وهي القضوه المشعشعه بالصالون مشان شو هي القضوه؟ لك احكي مشان شو هي القضوه؟ خلص بابا حقك علي، هلا بطفي الاضاءه كلياتها. ايه حقك علي، وبس تجي الفاتوره اخر الشهر حقك علي، منين بدي بص كل هالمصاري؟ لا اله الا الله. ايه حبيبتي، لا مثل العاده الموشح تبعه ليش مشغل لي الاضاءه والحنفيه نسيانه وما بعرف شو. خلص حبيبتي بحكي معك بعدين، وترت والله وترني. باي حبيبتي. ايه انت ما عندك مخ، يعني مخ ما في بنوب مصيف. لا حول ولا قوة الا بالله. شو في كمان بابا؟ حنفية الحمام ليش تارك عم تنقط؟ ما تشد ايدك شوي وتسكرها. اسف بعتذر منك، المرة الجاية بشد ايدي وبسكرها. لك ابني المي نعمة، نعمة من عند رب العالمين. لك في عالم عم تشتهي نقطة المي تشربها وما عم تلاقي. لك ابني هذا اسمه اسراف، اسراف، ورب العالمين ما بحب الاسراف. لك شو بدي احكي معك؟ شو بدي احكي معك؟ صغير لساتك؟ اخ يا راما اخ، شو بدي احكي لك؟ لك لحطه؟ لك لح ابجي؟ لك شو هالزلمه هاد؟ لك نقاه كثير كثير نقاه. لك تصوري بنسى ضو المطبخ شغال، يركض علي بيبهدلني باللي لازم تطفي. بنسى المي مفتوحه، الواحد بيشرد احيانا. ليش تركت المي مفتوحه؟ برد بيبهدل فيني. لك ما عاد عرفت شو بدي اعمل. لك والله شيء بجنن. حبيبي انت بتعرف طبع الكبار، يعني بيصيروا بدقوا على اسفل التفاصيل، بس بدك الصراحه ابوك معه حق. معه حق؟ هلا انت كمان عم تقولي انه معه حق؟ لك كمان الهدر مو منيح، هذا اسمه بطر مو هدر. وكمان النق بيخلي الواحد يتجر ويطلع عن طوره. لك اخ اخ، امتى هيك بتجيني شي سفره واطلع برات البلد وارتاح منه بقى؟ بتعرف شو؟ المشكله فينا نحن. فينا؟ ليه؟ فينا. لانه ما بنعرف قيمه الشي غير لما نخسره. شو قصدك؟ يعني ما بتعرف قيمه الكهرباء والمي غير لما تخسرها. وما بتحس بقيمة الشخص غير لحتى تفقده. يا ريت أبي ضل عايش ويضل يبهدل فيني ليل نهار. من وقت ما توفى بابا حسيت السيف اللي كان عم يحميني انكسر، والجبل اللي كنت مسنودة عليه راح. إن شاء الله حاجة تنظير هلا، لأنه أنت تعالي عدي محلي بس دقيقة وحدة وشوفي شو بصير فيكي. لح يطق مخك، لح خليني ساكت أحسن شيء. صراحة انت مشكلتك ما رح تنحل غير لحتى تلاقي شغل، احسن ما تقعد بوشه ليل نهار وعلى نقار ونقير. ولك يا ريت، ولك ما عم لاقي، يا ريت لاقي شغل من الصبح لاخر الليل. لك الله وكيلك برتاح، برتاح من النق تبعه. لك ما حدا حاسس فيني. لك شو بدي احكي لك؟ لك راما، ولك قد ما حكيت ما رح تفهميني. اشربي حبيبتي اشربي، وجعت لك راسك. لا ولا يهمك، بكره ان شاء الله بتلاقي. لك راما تأخرت عليكي من وين؟ لك نبيل معقولة أنت؟ شبك شو صاير؟ ما خليتني أجي كرفتي على ملوش شي. شوفي من شان الله لا تواخذيني، بس طاير عقلي من الفرح. لك مو سعادتي الدنيا كلياتها جايب لك مفاجأة، عن جد بتطير العقل. خير شو هي المفاجأة؟ باركيلي باركيلي يا راما، وأخيرا رح يتحقق حلمي. لك حاج نبيل حاج، كل مرة والتانية بتقولي حلمي وحلمي. والله أعصابي فرطت وما عاد تتحمل. لك سلامة أعصابك، لك لقيت شغل؟ لك إيه، ولقيت وظيفة بشركة كثير راقية. لك ان شاء الله الف الف مبروك. امتى رح تبلش جواب؟ الله يبارك فيكي، قالوا لي هلا لحتى نبلش الاختبار وشوفوا كل شيء عني ودغري بعينوني. لك روح ان شاء الله ربي بكملها معك ووافقوا عليك وتتوظف باحلى شركه. امين يا رب. بس بتعرفي شو يا راما، عن جد انا لك انا ماني مصدق امتى اتوظف بقى. اتوظف بشهادتي اللي بحلم فيها اني اشتغل بقى. وغير هيك ابي، لك ابي اللي عايف حاله ومرضه وبيضل على نق وسقفه وراسي ومشاكل انا وياه. شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك هلا المهم القمر والحب كله. شو حابب يشرب؟ بدي
عصير فريش. لك من عيوني اثنين. حبيب مسيك يا ابني، مسيك الله يرضى عليك. سلم يديك. اسمع يا ابني، بدي اياك دائما ايجابي ورافع راسك لفوق، بدي اياك تفتخر بحالك وتكون واثق بحالك. اي سؤال بيسالوك اياه بتجاوبه كلك ثقه. الله يوفقك. الله يوفقك ويحميك. ويسر أمرك ويسر دربك. أوف يا، حتى بهيك لحظات ما بيتركني بحالي. وبلش يعطيني مواعظ وحكم، لك تقول قاصد يعكر لي مزاجي باسعد لحظات حياتي. ولك اخ لك ابني المي نعمه، نعمه من عند رب العالمين. لك في عالم عم تشتهي نقطه المي تشربها وما عم تلاقي. عند الباب ولا حتى موظف استقبال وريسبشن. هي مسكت الباب فلتاني، واذا ضلت على الحالة ممكن باي لحظة تنكسر. يلا بدي اياك دائما ايجابي. الشركة عم كذبوا علينا يعني؟ أكيد حضرتك السيد نبيل صح؟ صح أستاذ، أنا نبيل. أيمت بتحب تستلم شغلك الجديد نبيل؟ أكيد عم يسخروا مني، يا أما في من وراء السؤال لغز كبير. خليك واثق من نفسك ولا تهتز لأي سبب وكون معتز بنفسك. ما جاوبني. بعرف يمكن تكون مستغرب بس انت انقبلت بالشغل. عفوا استاذ، بس انتو ما سالتوني شيء بالمره، يعني كيف هيك انقبلت بالشغل؟ نحن كنا عرفانين مسبقا انه الاسئله اللي رح نقدمها للمتقدمين ما رح تفيدنا بشيء. لذلك أنا وزملائي حطينا استراتيجية خاصة بتقديم وتقييم المتقدمين لهي الوظيفة، وأنت الوحيد اللي قدرت تفك كل الصعاب اللي حطيناها بوشك. الإنارة، الباب المخلوع، المي بالحديقة. لذلك بعد كل هذا فيني أقول لك الوظيفة صارت لك إن شاء الله. ألف مبروك. يعني أنا نجحت.
شكرا استاذ. شكرا شكرا استاذ. يعطيكم العافيه. فيك تروح. شكرا. بابا 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 انا نجحت. بابا 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 انا نجحت. بابا 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 وين تركتني بابا؟ وين تركتني بابا؟ لكن جاهل عندك بابا انك انا نجحت بالوظيفه من ورا نصايحك انت. انا نجحت من ورا نصايحك تبع ليش ما طفيت الضوء، ليش ما سكرت الحنفيه؟ كان الامتحان لي والنصايح حقك. ليش ما استنيت؟ بابا بابا انا ليش هيك كنت عم بعمل فيك؟ ليش ما كنت عم بسمع كلامك؟ ليش؟ انا غلطت غلطت بابا بترجاك تسامحني. كل كلمة قلت لي كانت صح. ايه كانت صح. انت كبير وانت تاج راسي وانت سندي. بابا انا حسيت حسيت كل حدا كل حدا كان يقول لي انه انت بس تفوت تفوت الشيء يلي بيكون جنبك. بتعرف شو معناته انا اللي عصيته؟ انا اللي عصيته.